فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قال المصنف رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم بإقامة الحجة عليهم، هل من لم تبلغه الحجة والإسلام الآن في عصرنا يكون معذورا بجهله؟ إذا وجد من لم تبلغه الحجة فهذا من أهل الفترة. إذا وجد على فرض من لم تبلغه الحجة ومات على ذلك فهو من أهل الفترة، لكن الغالب أنه ما يوجد الآن من لم تبلغه الحجة، لأن وسائل الإعلام انتشرت والدعاة انتشروا. ما من بلد في الأرض إلا وفيه مسلمون الآن، ولا لا؟ ما في بلد الآن ما فيه مسلمون، وهذا نشر للدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ. نعم.